أكد المشاركون في لقاء نظم في إطار فعاليات الدورة 57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب بقلعة مكونة أن من شأن تثمين الورد العطري ينبغي المساهمة في النهوض بهذا القطاع. وأبرز العديد من المتداخلين خلال هذا اللقاء أن هذا المنتوج الوطني يمكن أن يشكل رافعة للتنمية المحلية إذا تم العمل على تثمينه والرفع من جودته. وقدمت في سياق هذا اللقاء المنظم ضمن فعاليات الملتقى المنعقد تحت شعار تطوير وتثمين الورد العطري رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية عروض تطرقت إلى العديد من المجالات المرتبطة بتطوير إنتاج الورد العطري الذي تزخر به المنطقة. هذا اليوم الدراسي هو من بين الايام الدراسيه اللي كنظمها المعهد الوطني للبحث الزراعي بشراكه مع الشركاء ديال المحليين والجهويين. وهذا اليوم الدراسي فهو خصصناه يعني العرض ديال اربعه ديال العروض، العرض ديال عرضين ديال البحث المعهد الوطني للبحث الزراعي، وكذلك عرض ديال المكتب الجهوي للاستشاره الفلاحيه، وعرضين ديال الاخوان ديال الونصا، وكذلك المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بوزازات. طرقنا لاهم المنجزات لاقي بها مخطط المغرب الاخضر لسلسله الورد العطري، هذه السلسله اللي دار واحد المشروع في هذه القلعه بمبلغ اجمالي ديال 52 مليون درهم، وكاين مجموعه المكونات منها اصلاح واحد 7 كيلومتر ديال السواقي، هناك بناء دار الورد بقلعه مكونه بمبلغ واحد 7.8 ديال مليون ديال الدرهم، بالاضافه الى توزيع واحد 14 تثمين واحد 14 وحده ديال التثمين ديال الورد العطري لفائده 14 تعاونيه في قلعه مكونه. ويهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على الورد العطري الذي يميز قلعة مكونة والمساهمة في تطوير المنطقة من خلال تنشيط اقتصادها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها.